غادي أنا أخبر. لماذا تخدعني ما دمت لم تصلح السيارة؟ لقد أجريت لها الإصلاحات اللازمة وقمت بعمل تجديد شامل لها. تجديد شامل. هل سمعت ما قلت؟ تجديد شامل، تجديد شامل. أرجون أنت يا خميخو. سوف أقوم بفك هذه السيارة قطعة قطعة. يجب أن تعيدها إلى الميكانيكي ليعرف ما كان العطل فيها. لقد عرفت ما كان العطل اللعين وأصلحته. يا لها من سيارة ويا له من كتاب. هذا الكتاب لتخريب السيارات. فلنفترض أننا وصلنا إلى مكان الحادث. دائما تفترض فيها الغباء ولا تفترض فيها حسن التصرف أبدا. مرحبا بكم، لماذا جئتم إلى هنا؟ هل هذا هو المقر الصيفي لفرفر وفرفر؟ نعم. هل يجب اتباع الرسميات داخل هذا المنزل؟ النظافة وحسن التصرف. طبعا طبعا، ها نحن في غاية النظافة وسوف نتصرف في حسن التصرف. السيد مشمش؟ نعم. السيد مشمش؟ نعم. السيد مشمش؟ شكرا. السيد مخمخ؟ دي أنا. إلى السيد المحترم مخمخو. أوه يا مخمخ، استمع إلى هذا. إن لدينا دعوة من النجمين فرفر وفرفورة باسم النجم مشمش والنجم مخمخ، المراسلين الصحفيين، لعمل تحقيق صحفي خاص معهما، وسنكتب قصة عن حياتهما في المقر الصيفي الخاص بهما. قصة عن حياتهما؟ إنهما من أين نجوم الكوميديا؟ نعم، من ألبع النجوم. أستطيع أن أقول الآن إننا تشرفنا بمقابلة ألمع نجوم الكوميديا. الكوميديا الهادفة فقط. إن هذا المقر الصيفي ورثناه عن أجدادنا جيلا بعد جيل. هاي. أوه السيدة فرفورة، إنك لا تجيدين الطهو وطعامك ليس له مذاق ولا طعم. هذه السجادة تحفة رائعة. إنها من طراز شينوا. إنها مصنوعة يدويا ولا تقدر طبعا بثمن. كنت أنتظركم في الخارج، فماذا تفعلون هنا؟ مخمخ، نطي القدمين. حسنا حسنا. مخمخ، لا ليس على السجادة. لماذا طردوك وطردوني؟ كل ما فعلته خطأ يا مخمخ، كل شيء. لم تتصرف تصرفا واحدا صحيحا. ماذا تريد أن تفعل أسوأ مما فعلته؟ لابد أن تتعلم كيف تكون شخصا يحسن التصرف، تكون كرجال الطبقة الراقية، وأن تتعلم ما الذي عليك أن تفعله إذا دعيت إلى مثل هذا الحد. ماذا تريد لي أن أكون يا مشمش؟ من المفروض أن أحضر بعض الكتب لأتعلم مثل هذه الأمور. سوف أكل هذه الكتب لا أستوعب كل ما فيها. هيا أسرع يا مخمخ. أنا قادم، أنا جاهز. ما هذه الملابس ذات الطراز القديم التي ترتديها؟ اسمع، سأتعلم لعبة الجولف لكي أكون من الطبقة الراقية. وتكون أيضا غير أكول. كيف تتعلم اللعبة؟ طريقة قصف الكرة. ولا نسمع يا مخمخ. كيف أقذف الكرة؟ سوف ترى. كم أتقن هذه اللعبة؟ بسهولة جدا أمسك الكرة ثم أستعد بها ثم أقذفها بعد ذلك. ليس هكذا يا مخمخ، انتبه لها جيدا. لكي تقذف الكرة استعد بالعصا في مقابلة الكرة، وركز نظرك على حرفها واضربها بالعصا بكل قوتك. اضرب. إذا استمر الوضع هكذا سوف أمشي على أربع. والآن اقذف الكرة. كانت ضربة رائعة. من أين حصلت على هذا الشعر المستعار؟ لقد جعل مظهرك جذابا. ابتعد عني. دائما لا تعجب تصرفاتي. سوف أريك كيف أقذف الكرة. انظر لهذه. تهانيه القلبية لك يا مخمخ، أصبت الهدف بدلا من الكرة، وهذه ميزة عظيمة في اللعبة. يا لها من حفرة لعينة مملوءة بالرمال. سوف أجعل من هذه الحفرة ملعبا خاصا بي لأتدرب التدريب الكافي على هذه اللعبة. سوف أكون أحسن لاعب، أشهر لاعب، أمهر لاعب،
أعظم لعب. قص لاحظ هذين الاثنين جيدا، راقبهما جيدا لكي تتعلم منهما، إنهما من أبطال اللعبة. حسنا حسنا سأراقبهما سأراقبهما. مخ مخ لا تعطي صوتا لكي تتعلم. ما رأيك يا مخ مخ، هل أفادك هذا التمرين؟ لقد أفقدني الذاكرة. إن قيادة هذه السيارة سهل جدا وتجري بسرعة كالفرس. لا تنشغل بسين سوى القيادة وانظر أمامك فقط، ركز بصرك على الطريق. أين هذا الكلام؟ أريد أن أراه. ألم الكتاب؟ لن نتمكن من إصلاحها، إنها تحتاج إلى عام كامل. لا فائدة في الانتظار، سأذهب وين إلى فرفور. فرفور؟ وماذا عني أنا؟ الطبيعي في مثل هذه الأمور أن يدعوك فرفور للخروج معه للصيد. الصيد عظيم جدا. الصيد لعبتي، سوف أصيد الغزلان من نافذة السيارة الليموزينية. بالتأكيد ليست هذه الطريقة المتبعة للصيد يا مخمس. أتصور أن يكون الصيد على ظهر حصان. حصان؟ هذا الكتاب يشرح طريقة قيادة الخيل. أنا أعرف كيف أروض الخيل ولست في حاجة لكتاب. انتظر وسترى بنفسك العجب. انتظرني يا صديقي الطيب إلى أن أضع هذا السرج. لقد اتضح أن ما فعلته خطأ يا مخمع. سوف أريك أيها الحصان العنيد. لم تفعل أي شيء مكتوب في الكتاب عن ركوب الخيل. كل ما عليك أن تشاهد ما سأفعله. راقبني فقط. انظر انظر تأمل يا مخمس وسترى كيف أركبه. احتفظوا بملاحظاتكم لأنفسكم. سأركب هذا الحصان مهما كلفني ذلك. ما رأيك في هذا؟ برفق برفق أرجوك توقف توقف توقف. لقد نجح نجح. أترى يا مشمش أني أركبه بدون سرج. انظر إلي انظر يا مشمش. إنني كلاعب من لاعب السرج. مخمخ كن حاضرا. لقد نجح وأخيرا وقعت. أوه مهلا برفق. أي مسكين، كل هذه الجروح بسبب ركوب حصان. لقد كان حصانا بريا جدا صعب القيادة. لا تضغطي بشدة يا مي. أين صندوق الإسعافات الأولية؟ يبدو أنني نسيته في المجلة. يا سلام. هيا أسرع، لا نريد أن نتأخر. خذ الملابس والبسها بسرعة. كيف لي أن أسرع خصوصا وأنا سأرتدي جوارب نظيفة؟ كلا كلا لن ألبس هذه الملابس. آسف آسف، هذه الملابس قد تغير شخصيتي. سنقابل فرفور وفرفور وأنت في أبهى شك. بشرط أن تسامحني على ما سيصدر مني حينئذ يا مشمش. أسرع يا مخمخ أسرع. كيف يمكنني أن أسرع وأن ألبس هذه الملابس؟ حقا تبدو كأنك شخص آخر. أخشى أن أكون قد تغيرت إلى الأسوأ. إلى أين نحن ذاهبان الآن؟ إلى نفس المكان؟ هيا هيا يا صديقي، سنقابل نجوم الكوميديا الآن. لقد فعلت كل ما هو مطلوب منك، تبدو رائعا. بل لدينا موعد مع نجوم الكوميديا، هل تسمح يا هذا بإخبارهما بحضورنا؟ إنكم الآن بين يديهما. أنا فرفور وهذه زوجتي فرفورة. مرحبا، أرجو أن تتفضل بالدخول إلى كوخنا المتواضع. لماذا تلبس هذه الملابس الغريبة؟ هل أنت ذاهب إلى السيرك؟ إنه يسخر من ملابسي ويسخر مني أيضا.
أرجوك اهدأ يا عزيزي، اضبط أعصابك. ما رأيك في أصناف الطعام يا سيد مخموخ؟ هذا هو الطعام الذي أحبه، سأضيف عليه كل التوابل وسأكل منه حتى أشبع. هل لك في طبق آخر بالتوابل يا سيد مشمش؟ لا شكرا شكرا، لقد شبع. إذا قم فأنا متأكدة من أنك متشوق لرؤية الكوخ من الداخل وما فيه من الأشياء النفيسة. لابد أنها أشياء نادرة. كوخ بعد كل هذه الرسميات؟ لم يكن هناك داع، انهم بسطاء، دائما تتصرف هكذا خاطئ.